ازيكم؟ ايه اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. رجعنا تاني حلقه جديده من لعبه الين ويك، باذن الله هنخلصها هنخلصها هنخلصها. الفتره الجايه دي في العاب كتيره جدا جدا جدا، يعني انا حاسس بضغط اصلا. يعني انا حاليا بدات في طبعا في الين ويك ولعبه دوم ومعاهم لعبه الرعب اللي هي بروجكت نايت مير، وكنت عاوز اخلص التلاته قبل ما الالعاب دي تبدا تنزل، بس للاسف نزلت. بس انا هحاول اضغط نفسي واخلص الين ويك ودوم الايام اللي جايه دي، وهبدا معاهم كمان انزل هاوس اوف اشز، نزلت لسه نازله النهارده يعني، فممكن خلال يومين كده مثلا عم انزلها مثلا وايه واسجل وكده، بس هحاول انجز ان شاء الله في دوقل. بس يا مسهل، احنا المفروض كنا اخر مره وقفنا كنا رحنا نقابل اللي خطف أليس، اللي خطفها ده. افتح يا برنس. Please keep doors closed و remain مش عارف ايه، من فضلك خلي الأبواب مغلقة. في ايه؟ ايه يا جماعة؟ يا ساتر يا رب. الله 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 النهار. انت معود بقى يا ألم. يا اوبا كشاف، كله لك كشاف. انا مين اللي انقذني ده؟ اوه مين الوحش ده؟ That flashlight's kid stuff. Flares will keep the bastards away. Oh. That's not fee. Sharp and loose. You can see really? Him too. Hell, of course I see him. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, story? Let's move. I lost my gun. Okay, bro. Oh, I've got a gun. شايف انا مستقل بيها ليه كده؟ بيقول لك ال then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my headed in the direction of Lover's Peak. There was no way ده اللي اوكي was the kidnapper. ماشي يا عم، عارف يا عم. مش عاوز استخدمها دلوقتي اللي جابني ال والله ابعد يلا ابعد بتشينك. ده اللي كان في العباره في الاول يا عم. الفلير التعبانه دي يلا يلا بلاش بلاش خشوميه. لا بقول لك ايه، ايه ده ايه ده محمد؟ هو ايه ده؟ معايا سلاح؟ اسلحي فين؟ موت 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 ده موت ده اكيد السندوق ده فيه. الين الين بلاش بلاش شغل المقاصه بتاعك ده يا الين. الزبط يا الين. يلا يا دي ابن بجيب لك البونبوني. بص احنا لسه ماشيين مش هنقف. يا دي ابن اللخمه ولا تبقى ساقع. ايه ده؟ طب ما ينفعش افتح الباب. طب بره معلش مسدس. طب اعمل ايه طيب؟ معلش مسدس. بس هو كده بقى. يا ابني موتهم يا ابني، انت بطيء جدا. تهرب ليه؟ تهرب ليه؟
علن كرفش بس خلاص خلاص افتح بقى افتح صدق بالله نعم سيادتك No can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Pull him off, damn it. Oh. تعال يا حبيبي تعال. مش عارف انت يعني هتعمل ايه ده انت تقيل لا. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. بسرعة بس 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 هنروح ننام بقى كوزي اند سيف يا كلب اتريق عليا انت لسه هاوي يا ابني وبعدين يا ابني اديني المسدس بقول بلاش رمي من بعيد اه رجل شوميه قلت لك يا ابني اضرب انت تقيل موتهم واخلص في حد ورانا ايش بس بسرعه بقى اوف بقى يا عم بقى بس اوه كبير يا نار والنبي ما تخلصي يا نهار ابيض على الشومه اللي خدتها في ظهري يا عم حرام عليك يا عم الحمد لله الحمد لله Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? Willie. I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her up. Boom! النهار. امسك المسدس تعالى لسه هتفرج يا عم اجري وراه No, come back here. I swear I'll kill you if you hurt Alice. Do you hear me? Come back here. He had Alice and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next. Shit! طب ما كان لازم يا عم كان في طريقة تانية أصلاً غير كده. إيه اللي بينور ده؟ تهزروا؟ ده إيه؟ آه!
طب ما تقول اللي هو تراب، انا عمال اتك عليه مفكره حاجه. خرب بيتكم مفيش اي تحذيرات كده؟ طيب هو ان هو من الواضح اللعبه بدات تصعب، من الواضح يعني. لا لا المفروض اروح هنا الاول. لا بقول لك ايه، ايه ده في ايه؟ ايوه ريلاكس ريلاكس، كل شيء بقى كويس. في الكلب. طب مش معدي من فوق؟ يلا ابني على التقل اللي انت فيه. ايه في حد كمان؟ ها اوف بقول لك استنى دورك يا برو. ما احنا قلنا استنى دورك يا حبيبي. طب تعال هات يا ابني، هات هات. مفيش فلير كده ولا اي حاجه كده؟ ايوه يا عم ايوه، ان انا تعبت من المسدس. طب مفيش حاجه كمان؟ مفيش امو بقى للسلاح ده؟ دي بتروح الاتجاه بتاعها. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver to my spine. لا في في حاجات عندها، نروح نستكشف ولا نجري؟ لا انا بقول لك راح احسن. شوف لي يعني في حاجات كتيره جايه، ربنا يستر. الله عارف بس ايوه الدواء بتاع بس بس كتو. اوعى تفصل ابوس ايدك. اوف بس على طول. انا عارف والله البطاطا خلصت تعمل ايه. نطلع من هنا كلايم بكلايم. عاوز بطاريات وعاوز فليرز وعاوز صراحه اللي كان جامد جدا احسن من الفلير المسدس بتاع الاشاره. بالراحة يا جدع، انت مستنياني بقى. انا هطلع ال طب كده في حد هنا مادام في، بس انا عاوز بطاريات جدا.
مفيش بطارات معاه خالص. انا عايز بطاريات يا جماعة، انا عايز بطاريات. اوكي لا مش هعرف اخد دي. الله عليك. نط نط اوعى ما تقع. لا كده الموضوع بدأ يزيد وفي فلير رجع كويس. تنفع دي؟ مفيش بطاريات. طيب وبرضو انا مش مطمن. ايه خلاص هنزل ازاي يعني؟ اعمل السلم هنا. في مش مطمن او تمسيف اذا الدار كبيرة. تعالى انت بقى عشان نخلص. ولا بالزق كلب. قلت برضو الموضوع ده مش هيعدي على خير. هنطلع من طب ما فيش يا جماعه اي حاجه. مالكم منشفين عليا ليه كده؟ ده انا جايب حتى المستوى المتوسط والله. طب كويس بطاريتين. ده ايه الشح ده؟ هدوء هدوء هدوء. طب ايه طيب؟ ده اتنين كبار وعلى عسل. ايه ده؟ الموضوع ده يعطلهم شوية. فين تحت فين؟ انت جريت؟ طب انت مش جدع على فكرة والله ما جدع. سيب اخوك تجري مش تموت جنبه؟ ايه كامب جراوند؟ ايه الدرب الكبير ده؟ ايه اللي حصل؟ ده واحد قطع شجرة. اوف اوف ده جايب اخواته. بس بعده ارجع انا ارجع ارجع. فكرني اخاف ولا ايه؟ لا ده كان زمان. خاف هايكنج تريل. اوكي طريق ماشي. تفهم بيرن
Hello? Mean. Mean, few. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. بس ألم بقى خبره خلاص ما هيش أي حاجة يعني بسم الله ما شاء الله زيرو إن كل ما ده حصل عليه هي المسدس هي بسرعة الحق أوبن أيوة كوفي بتاعنا كوفي خش هنا بس تعالى انت ورا بس ناخد كل حاجة هنا اكيد في هنا امو اي حاجة ده ايه صفحة انا مش مطمن ما انتوا مش تحطوا عادي يعني هاخدها واطلع خلاص مفيش حاجة تحصل مفيش أي حاجة تحصل متأكدين في ايه ايه اللي بيحصل ايه A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things. And you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. وتقريبا يا بنيل معلم ده فيني كده تخيله صدق بالله ولا هموتك ولا هعبرك عشان انت وما تستاهل انت كلب افتح يا عم ده هنسوق مش اوه مش عارف انا متهيألي مش فاكر ان انا سقت في ال بتعمل ايه يا حبيبي؟ انت تعبان؟ بوم يعني ده انا فرانكو تعالى حاجة تعالى جود باي برو سلمني على عمو ده انا بص مش هسيب واحد فيكم كده مش هكمل لا احنا نجري بقى لان كده العربية مبقاش لها تبوظ على فكرة تقريبا ثواني ايوه كويس قوي امو طب ما ينفعش اخد عربيه ثانيه ولا ايه طب حلو هذا حبيبي تعال ولا مع السلامة
يخرب بيت السواقة. انا راح في ايه؟ بس العربية اصلا اتدمرة خلاص يعني. اوف خلاص الطريق اصلا مسدود. في ايه؟ حلو قوي فعلا. فير جارن ده احسن واحد. مين؟ خد بقى على السلامة. جود باي. ثواني لا فير جارن. يا ابن الغشيمة ولا تنطحوا كده. لو يو سون اوف ا بيتش ويرز ماي وايف انف هورس بلاي ويك يو ديليفر ذا مانوسكريبت اند يو كان هاف يور وومن باك سمبل از ذات اي دونت. Listen, listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done. I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You mean? Easy, city boy. Yeah, the main building there at noon. Bring the manuscript. You'll get your wife. If not, well, get me. Yes, yes, I get you. أذكر الله. ايوه ايوه حلو قوي. اتاكد كده من كله عنده ريلود. استنى في سام هنا. بس مع السلامة حبيبتي أهو يا ولاد اللذينة. خلاص يا برو عاوز ايه؟ I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. يعني المفروض دلوقتي بقى نقعد نكتب القصة. The cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you silly, brilliant girl. Can you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Yeah. Hope you come back soon. Welcome to the Old Deer Diner. Good. يا بنت اللذينة. ها
اللي بتحكم فيها. كان نفسي يعملوا جزء تاني للعبة دي يعني اللي هو ايه الموضوع يتفسر يعني. يعني انا فاكر يعني انا فاكر لما اللعبة دي اتعملت ما فهمتهاش او برضه في الاخر تحس انك عاوزة سيكوال كمان. دي كده بس الحلقات حلقة تانية خلصت. رب تكون الحلقة عجبتكم. تسيبوا لايك وسبسكرايب. شوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.